عروسنا القاوت يبديك يا منى يا يا منى راه القبيله تتسنى فيك يا منى يا يا منى عروسنا القاوت يبديك يا منى يا يا منى راه القبيله تتسنى فيك يا منى يا منى يا منى يا منى يا منى يا منى صبرت سالة والدمي فور فين عروستي وردة القصور غير تهنى يا سيدي وسيد سيادي بجهد الله عروستك عندي بغي ما نكونش نسيت شي حاجه الا نسيت شي حاجه لالا قوت القلوب تقتلني صافي هذه هي الهديه اللي لالا قوت القلوب غادي تاخذ وهذا الشيء ديال الحمام الغسول الحنه الورد هذا الشيء كله جبته طاين ايوا صافي ايوا لا يحشمني انا راه بالفرحه تنبدا تنتلف والدماغ ديالي تيدوخ حيت الفرحه كبيره اليوم غادي نشطحوا ونفرحوا ونساو الهموم يا يا منى عروسنا القاوت يديك يا منى يا يا منى راه القبيله تتسنى اليوم عرس سيدي خيط الريحان حتى الفجر خيط الريحان هو ولد عم سيدي عود العنبر وكي تتشوفوا من القصر ديالنا خارجه الهديه لعروستو المسراره المحضيه عروستو غير بنت البلاد ما دار عليها فيافي ما حمل عتاد ماشي بحال سيدي عود العنبر اللي طول علينا الطرقان وغيمشي شبابو غير في الدوران ولكن انا بعدا حطيت سلاحي معاه وحلفت ما نزيد لشي بلاد هذا ولكن قلت هاد المره الاخرى ليا غنمشي لهاد العرس ونطلق ودنيه ونطلق عينيه على الله القالو عروستو المحضيه والا ما بغاهاش هاد المره غنجمع شطايطي ونمشي لحبابي والليليه يا منى عروسنا القاوت يديك يا منى يا منى راه القبيله تتسنى الله وعراسيه واش من عراسيه عقبال كل بنيه وكل ماده يديها للحنه بكل مزيه ايوا اش غنعاود لكم كلشي مقوم وعلى حقه وطريقه الهمه والشان والتاويل راه غير رجال يعيقوا ايوا المهم يا منى بيديها عامره رجعات وحطيت العين على لاله البنات عروسه مننا وحنا ليها وكاع اللي تشهى الخاطر تلقاوه فيها عروسه من بلاد الجدود هي الجدور من بلاد الطبيعه وبلاد جوج بحور بلاد الكرم والجود والضيافه بلاد العرس الملكي بعيسى والنقافه بلاد عروستي فيها الامازيغ وفيها العرب قصه مطروزه بخيط من ذهب بلاد التراث الشفاهي والحلقه بلاد الكسكسو والطواجن بالمرقه ومضيق جبل طارق ساكن القلوب شاهد على سبته ومليليا وترابها المسلوب بلاد عروستنا دازوا فيها حضارات وعصور من قبل التاريخ كاينه سولوا وليلي على الرومان وعلى مآثيرهم اللي وسط الاطلال باينه ساحة جامع الفنا والكتبيه صماعه حسان والودايه باب مراكش ومسجد الحسن الثاني باب منصور العلج وحبس قاره كاع اللي دخل ليه فاني ساحه الهديميه سيادي ترد الروح مني فيها الدور ويا سلام على نسمة الهوى من قلعة موكادور بلاد العروسة فيها أقدم جامعة في العالم التبنات جامعة القرويين أكيد عليكم ما خفات الأندلسي والغرناطي والملحون والعيطة أحواش والرقادة قناوة وعيساوة بالغيطة يا منى عروسنا القاوت يديك يا منى يا منى راه القبيلة تتسنى إيوا ويلا قلت لكم بنوب الطوطة وفاطمة الفهرية وعبد الكريم الخطابي رمز المقاومة والحرية عروستنا اليوم معادلة صعيبة بكتر ما ذكية بكتر ما عاطفية رومانسية وحنينة وتيقولوا ما كلتها شحال بنينة تشوفها برا
مرأة عصرية وقوية تدخل دارها تبهرك باللمسة تقليدية بارا ومكافحة ودخلت كاع المجالات ومع الراجل دابا يد بيد ولات في الزين والأناقة ما لها مثيل الجلابة والشربيل والشعر تالف هبيل لوشان يزيد هبها وخد الريح فوق الجبهة الشرتلة والمضمة بالفكرون التشامر يا سيادي والمدجة بالضبلون ايوا نوض نعرب الزيانة ونشري الغالية والمزيانة لعروستنا الراقية الفنانة قبل ما سيدي عود العربر يبدل كلامه والدور ليه الدبانة ايوا سيادي هادي راها باينه ما تحتاجوا تشرحها لكم لا يمنه ولا هينه كاينه ولا ما كاينه يا يمنه عروسنا القاوت يديك يا يمنه يا يمنه راه القبيلات تسنى. السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم. اليوم ما كاينش الكواليس في الحلقه وانما غادي نهضر معكم. بغيت نشرح لكم على المسابقه البنات، المسابقه اللي فيها 5000 درهم للربح. ان شاء الله غيكونوا 8 ديال الفائزات، نتمنى ان شاء الله يربحوا الناس اللي كانوا وفي السلسله والناس اللي تبعوني وشجعوني منذ البدايه. بغيت نقول للبنات اللي تكتبوا لي في التعليقات ان ما عندهمش انستغرام وتيقولوا لي ديري المسابقه في اليوتيوب، صعيب بزاف البنات وحق الله صعيب، لان صافي يعني برمجت المسابقه في الانستغرام. انا اصلا صراحه ما كنتش عارفه راسي دار، ان انا بعيده على هادشي جيف اواي وهذه ما عنديش عليه حتى شي ادنى معلومات، فما كنتش عارفه اصلا ان المسابقات ممكن يداروا في اليوتيوب. يعني انا اللي كنت نشوفهم ان اغلبيه في الانستغرام، فهذا علاش درتها في الانستغرام وما عنديش دابا كندير نقلها لليوتيوب. فالمهم بغيتي نقول لكم الانستغرام زعما راه مش حاجه اللي مستحيله، يعني بما ان عندك التليفون وعندك عندك الجيميل وعندك اليوتيوب، يعني راه الانستغرام حتى هو ماشي شي حاجه صعيبه. يعني تدخلي الابل ستور ولا البلاي ستور حسب تليفونك وغادي داونلودي الانستغرام وغادي تكري اكونت، راه سهل من الفيسبوك، سهل من بزاف ديال الحاجات، ما تياخذش وقت، وتشاركي في المسابقه. بالنسبه للناس يمكن اللي ما باغينش يديروا الانستغرام ممكن ديروه تشاركوه في المسابقه ومن بعد تحيدوه، راه ما ياخذش البنات حتى دقيقه كامله باش تنزلوا انستغرام في تليفونكم، راه ساهل والاستعمال ديالو باين. وان شاء الله الا درت شي مسابقه اخرى تنوعدكم انني غادي نديرها في اليوتيوب، ولكن هذه للاسف راه دايرها في الانستغرام. وبغيتكم كلكم تشاركوا، حيت هاد المسابقه باش تكون وباش نوفي بالوعد ديالي فعلا وتكون هاد الجوائز، راه انا درت واحد المجهود كبير وكنت حتى لاخر لحظه، ولكن الحمد لله انني قدرت نديرها لكم. بغيت ايضا نقول لكم ان الحلقه الجايه غتكون هي الحلقه الاخيره ان شاء الله في هاد السلسله اللي مسخيتش بيها ومسخيتش بيكم ومسخيتش بيامنا ومسخيتش بهاد الشخصيه، يعني عشت معاها اكثر ما تتصوروا، ولكن خصني لازم ندير الحلقه الاخيره باش نرجع لروتيناتي ونرجع لقناتي، لان صراحه السلسله اثرت لي بشكل سلبي بزاف على القناه، وخا هكاك بقيت مصره انني نكملها وندير لها نهايه، ما بغيتش غير نجي ونحبسها هكايا، وان شاء الله من بعد ندير شي لايف ونزيد نهضر لكم على الظروف فاش دارت السلسله وعلى بزاف الصعوبات والتحديات اللي واجهتني فيها، ولكن الحمد لله بقيت مكمله على قبل الناس اللي تيتفرجوا، واخا العدد قليل ولكن تيعنيو لي الكثير، وما بغيتش نجي ونوقفها لهم هكا بدون سابق اشعار. قلت لازم على الاقل نختم ليهم الحكايه ونختم ليهم الحجايه ديال يمنه. فان شاء الله انتظروا الحلقه المقبله، غادي تكون هي الحلقه الاخيره، وغادي نشرح لكم دابا طريقه المشاركه في المسابقه بالنسبه للبنات اللي عندهم انستغرام ولاني ما عرفوش كيفاش يشاركوا. فانا غادي نصور لكم التليفون وغنوريكم الطريقه باش غادي تشاركوا، اللي هي سهله وبسيطه، وعاد نرجع نختم معكم الفيديو. ها غادي نبداو البنات، غادي تجيو الحساب ديالي في الانستغرام اللي هو هذا اللي هو صفا سبيس 24، غادي تدخلوا للحساب ديالي البوستات وغادي تشوفوا البوست ديال الجيف اواي اللي هو هاد الصوره هادي، غادي تضغطوا عليها كي تشوفوا هي هادي جيف اواي يمنه، وغادي تجيو هنا لهاد لو تكست
اللي مكتوب اللي فيه الشروط وفيه عدد الرابحين وكل شيء. غادي تجيو هنا غادي تشوفوا عمل لايك لاخر بوست في حسابي، فغادي ديروا لايك لاخر بوست او لا لهذا البوست نفسه، غادي ديروا له هكا ديال الجيف اوي، ثم الدخول لحساب المسابقه اللي هو @ جيف اوي يمنى، فغادي تضغطوا فقط على هاد جيف اوي يمنى، غتخرج لكم الصفحه ديال المسابقه اللي هي هذه. من هنا تدخلوا لصفحه المسابقه فغادي ديري لها فالو، هي الاولى هكا غادي تلقاو هاد فالو زرقاء، غادي ديروا لها فالو، وغادي تهبطوا هنا لهاد البوست اللي هو واحد بوست واحد كاين، وغادي ديروا له حتى هو لايك بهذا الشكل، ثم غادي تجيو للتعليقات، وغادي ديروا في التعليقات تاغ الخمسه ديال الاصدقاء. فكاينين الناس اللي تيسولوني ايضا كنديروا التاغ، فالتاغ انكم تديروا الاروباس وتديروا حداها اليوزر نيم ديال الصديق ديالكم او للشخص اللي غادي ديروا له التاغ وتدعيوه يشارك في المسابقه. فكي تتشوفوا هكا تديروا خمسه ديال الناس متابعين كيف ما هاد الاخوان والاخوات اللي مشاركين ها هما حاطين، فغادي ديروا نفس الشيء، ثم غادي تخرجوا من البوست وغادي ترجعوا هنا للصفحه ديال الجيف اوي يمنى اولا ديال مسابقه الفوازير، وغتجيو هنا لهاد فالوين اللي هما الناس اللي الحساب داير لهم فالو، غتلقاو 13 ديال الحسابات اللي هما هادو حد هنا. فالمهم راكم عارفين اللي جيف اوي تيكونوا بالمئات، هادو راه غير 13، لان هاد الجيف اوي الهدف ديالو ماشي الربح، يعني هاد الناس ساهموا معايا في هاد الهديه اللي غادي نعطيكم، ولكن ما كاين حتى شي هدف ربحي، يعني انا ما رابحه حتى شي حاجه من هاد الجيف اوي، انا مساهمه، انا عاطيه مبلغ، والناس هاد القنوات عاطين مبلغ اخر مساهمين معايا به، يعني وعاطين مبلغ تقريبا 75%، وانا عاطيه البقيه. فالمهم هاد القنوات يستاهلوا تشاركوا عندهم، وهما دعموا هاد الفوازير من الاول، وهما كلهم اصدقاء، يعني هذا راه ماشي بزنس، هادو قنوات اللي اصلا تنهضر معاهم واللي عندي في الانستغرام، يعني حتى هما اصدقاء وخصنا نشجعوهم، فغادي نديروا لهم بحال هاد الشكل هذا، فالو 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 فالو، هما راه في جزء من الثانيه تساليوهم، يعني ماشي شي شروط تعجيزيه صراحه، وماشي شي حاجه اللي صعيبه، انتم 13 يعني ماشي بالمئات، ماشي شي حاجه اللي غادي تعجزكم. فصافي هي هذه الشروط ديال المسابقه، وهكا غادي تكونوا دخلتوا في السحب اللي غادي يكون من هاد التعليقات هادو ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم من الفائزين. وصافي البنات، هنا تسالات الحلقه ديال اليوم. غادي نقول لكم مره اخرى شكرا لدوك الناس اللي تبعوني، دوك الناس اللي بقاو وفيين للسلسله، واللي عرفوا بقيمتها، واللي لمسوا الجانب الابداعي اللي فيها، واللي لمسوا الجانب التثقيفي اللي دخلته في واحد ستيل ترفيهي، وفي نفس الوقت فيه واحد المحتوى مليء بالمعلومات. فالحمد لله ان كاينين الناس اللي قدروها، غنقول لكم شكرا بزاف. والله ما سخيت صراحه نوقف هذه السلسله، ولكن لازم ما نوقفها، يعني ماشي بزاف الناس في التعليقات اللي تيقولوا لي واش عييتي لا قلتي 30 حلقه، يعني انا صراحه قلت 30 حلقه وماشي قاده بها، يعني قاده ندير 60 حلقه كتابه واخراجا وتشخيصا، ولكن للاسف المنحه ديال القناه ولا غادي تنازلي لواحد الشكل كارثي، يعني الا دخلتو شفتو، يعني وفاش استشرت ناس اللي خبراء في المجال، يعني قالوا لي يا خصك تضحي بالفوازير على قبل القناه، يا غتضحي بقناتك وست سنين الخدمه على قبل الفوازير، لان صافي الفوازير ما عطاتش نتيجه ايجابيه في القناه، خصك تمسحيها. ولكن انا صراحه شويه عاطفيه، يعني ماشي من النوع اللي تنخدم عقلي او لا تنشوف مصلحتي، ماشي عقلانيه، وهذه ماشي حاجه زوينه، ماشي عقلانيه بزاف، يعني العاطفه تتغلب عليا، وانا هاد السلسله يعني تعلقت بها عاطفيا، فهذا علاش بقيت مكمله فيها رغم كل الضغوطات، بقيت مكمله، ولكن دابا جا الوقت فين خصني نحبسها وتبقى ذكرى زوينه. غادي نحيدها البنات من القناه، وغادي نحاول ندير قناه اخرى اللي تكون جديده، ونحط فيها هاد الحلقات ونخليهم، خليو لي في التعليقات واش تبغيو
نمسحها في خطره اولا نديرها في شي قناه واخا تكون ما مفعله ما والو، نكري واحد القناه صغيره ونخلي فيها هاد الفيديوهات باش الا توحشتوا تشوفوا يمنا، بغيتوا ترجعوا تشوفوا شي حلقه تدخلوا تشوفوهم تما. المهم خليوا لي الراي ديالكم هنا، غنقول لكم الى اللقاء، انتظروا الحلقه الاخيره واحبكم في الله وحاليكم. قالوا الجداد حكايه يمنا يعرفوها الحفاد، عروس تعود العنبر.